ينضم الي هاتفيا نائب رئيس هيئه تنشيط السياحه سياده اللواء احمد حمدي. سياده اللواء اهلا بك، وهنا يعني مكاسب متعدده حقيقه من زياره بابا الفاتيكان المهمه الى مصر ارض السلام. هذه الزياره طبعا يعني تاخذنا الى العائله المقدسه ومأوى العائله المقدسه، وكيف يمكن ان نستغل هذا الموضوع في تنشيط السياحه الى العائله المقدسه او مزارات العائله المقدسه في مصر. أنا أولا بشكرك، وطبعا دي يعني زيارة مهمة جدا مش للقطاع السياحة بس، زيارة مهمة جدا لكلنا في مصر. كل الأجهزة تعاونت وتضافرت الجهود عشان نطلعها الحمد لله بالمنظر اللي حضرتك شفته ده. نعم. إحنا كسياحة مهتمين تماما. أول حاجة الصورة الإيجابية اللي بتعكسها زيارة قداسة البابا دي صورة إيجابية من الرسائل الكثيرة الإيجابية اللي إحنا بنشتغل عليها كسياحة. عايز أفكرك كان عندنا رئيس الوزراء الألمانية، كان عندنا رئيس فرنساوي، كان عندنا رئيس صيني، فكل هذه الشخصيات المهمه بتطلع رسائل ايجابيه للعالم. كان عندنا برضه ممثلين عالميين، داني جلوفر، وعندنا ويل سميث، وعندنا كان عندنا ميسي لاعب الكره. كل هذه الزيارات يا فندم طبعا بيتابعها العالم كله، فبتدينا صوره ايجابيه احنا حابين احنا كسياحه نستغلها. ده بالصفه العامه. الصفه الخاصه في زياره قداسه البابا هي زي ما حضرتك تفضلت دي رحله العلاج المقدس. احنا المكان الوحيد في العالم اللي زار السيد المسيح، فاحنا منفردين بهذه الميزه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا. دي ميزه احنا مالناش دخل فيها، لكن ربنا سبحانه وتعالى ادانا هذه الميزه. كان ممكن المسيح يطلع الى الاردن، يطلع الى لبنان، يطلع الى اي حته مجاوره، لكن ربنا خص مصر زي ما خصنا حاجات كتير جدا بهذه الزياره اللي قعدت حوالي 4 سنوات بيجوب فيها مصر من شمالا الى الجنوب، وصل الى ساخه وتل ساخه ووادي النطرون حتى اسيوط وادرون كتح. فاحنا مهتمين تماما ان هذا المسار مشغلين عليه بقاله فتره كبيره، عندنا حوالي 8 اماكن منه جاهزه انها تستقبل باذن الله تعالى كل من حابب يزور. طيب المسار رحله العلاج. هل هنا في يعني اماكن محدده تم وضعها في برنامج هذه الزياره للعائله المقدسه سياده اللواء؟ احنا كنا حابين ان تبقى زياره اطول شويه من كده، بحيث ان احنا نغطي اماكن كثيره وخاصه منطقه مصر القديمه اللي فيها الكنيسه المعلاه وفيها كنيسه المغاره، لكن طبعا التوقيت قليل فاكتفينا بالمنطقه بتاعه المعادي اللي هي ضمن الزياره بتاعه قداسه البابا. بس هنا اعتقد ان هناك حوالي 8 مزارات يعني للعائله المقدسه سوف يتم وضعها على الخريطه العالميه للسياحه. نعم، دول هم 22 مكان احنا جاهزين فيهم ان شاء الله، 8 منهم جاهزين فعلا ان هم نشتغل عليهم، زي وادي النطرون، زي كنيسه المعلقه، زي المعادي، زي جبل الطير، زي درونكا، كل هذه الاماكن الحمد لله احنا تعاوننا مع هيئه التنميه السياحيه مع المحليات انها تبقى جاهزه باذن الله تعالى للزياره لكل من حابب ان هو يجي يشوف مطار العائله المقدسه. طبعا هنا يعني برنامج طبعا يعني زياره العائله المقدسه او رحله العائله المقدسه اكيد طبعا هنا يعني يوضع عن طريق خريطه علشان طبعا السائح لما يجي يعرف هو هيروح فين بالظبط وهياخد كام ليله في مصر. هي عن طريق خريطه، وحضرتك احنا كنا حابين كمان نربط هذه الزياره بالمقاصد السياحيه الثقافيه، يعني كنا هننتهي في اسيوط فنبتدي نروح اسيوط وبعد كده نطلع منها على الاقصر نعمل زياره لاثارنا في الاقصر، فاحنا حابين ان هذه الزياره ما تبقاش قاصره على العائله المقدسه فقط، ولكن ممكن نربطها بالاماكن الثقافيه زي الاقصر واسوان، او ممكن تبقى هناك رحلات في شرم الشيخ او الغردقه تبقى بتنتهي او تبتدي فيها رحله العائله المقدسه. هنا يعني هذه الزياره زي ما قلنا حضرتك وازاي نستغلها في السياحه الدينيه وخاصه في رحله العائله المقدسه، هل بيبقى في هنا ما بين هيئه تنشيط السياحه وما بين السفارات ثم البروتوكول علشان السفارات تعرف بان عندنا احنا يعني اماكن سياحيه وان عندنا العائله المقدسه راحوا اماكن معينه، وبالتالي السفارات في الخارج او ملحقيات حتى الثقافيه يعني او السياحيه تشتغل على هذا الموضوع؟ هو حضرتك طبعا احنا دارسين السوق، من هو اللي بيحب السياحه الثقافيه فبنروح للي بيحب السياحه الثقافيه. السياحه الدينيه ورحله العالم المقدسه مهتم بيها جزء كبير جدا اخواننا في ايطاليا وامريكا اللاتينيه وجزء من افريقيا. هم دول تقريبا يعني دول معينه اللي انت عارف حضرتك ان في كاثوليك وفي بروتستانت وفي ارثوذكس، فالدراسات بتقول لنا ان احنا بنروح لايطاليا، وفعلا احنا حابين متواجدين في السوق الايطالي كشافه لانه احد الاسواق الهامه رحله مقدسه، ثم امريكا اللاتينيه وجزء من افريقيا. دي الاسواق الرئيسيه اللي احنا متوجهين فيها للرحله المقدسه. طيب هنا يعني هل ممكن حضرتك برضو يعني نعمل فيلم تسجيلي او فيديو مثلا من زياره بابا الفاتيكان، وبالتالي ترسل هذه او من كافه الزيارات المختلفه مثلا للاعب الكوره الممثلين المشهورين والسميث داني جلوفر زي ما قلنا، ايني المغني الايطالي اللي جاء منذ شهور، وبالتالي تعرض حتى في اماكن عامه في شوارع رئيسيه
في الدول الأخرى علشان يتم عرض مصر بصورة لائقة؟ أنا حابب أقول لك إن كل المهرجانات اللي إحنا موجودين فيها والمعارض متواجدين فيها فعلا بكثافة، وهذه الحملات موجودة. عايز أقول لك إن إحنا عندنا موقع اسمه www.egypt.travel، وده على النت ب 14 لغة. من مش عايز أقول قداسة البابا زيارته مش ابتدت معانا النهاردة، ابتدت معانا حوالي شهر، وإحنا حاطين كثير من الفيديوهات. وآخر فيديو اللي تحدث فيه عن علاقته الحميمه بمصر اللي كان من يومين كان قالها من قبل ما يطلع الفاتيكان، ده على طول عملنا له ترجمه وموجود ب 14 لغه على الموقع بتاعنا، علاوه طبعا على موقعنا على السوشيال ميديا. دي اعتقد ان احنا شغالين فيها برضه من الفرص، فاحنا ما بنفوتش الفرص. وعارف حضرتك ان طبعا الانترنت دلوقتي اسرع وسيله ان احنا ننتشر بيها في العالم، فاحنا ما بنفوتش هذه الفرص على طول بنشتغل عليها. يعني برضه هنا يعني حضرتك يعني التواصل مع المسوقين السياحيين اصلا او الوكلاء السياحيين المتواجدين في هذه الدول، يعني في دول معينه زي ما قلت عليها حضرتك بتحب السياحه الدينيه، فهنا الشراكه مع هؤلاء المسوقين او وكلاء السياحه ده مهم. كلام سيادتك فعلا مظبوط، واحنا فعلا متواصلين مع الجانب الايطالي، وكان موجود عندنا يمكن من اقل من 40 205 من كبار الشركات اللي شغاله في ايطاليا، وكانت جايه مخصوص عشان تسوق لمنتج رائحه العالم المقدسه. وانت عارف ان احنا برضو من الحاجات الايجابيه ان احنا كان عندنا بعض يعني بعض مش عايزين نقول مشاكل، لكن في ربما تكون السوق الايطالي بالنسبه لنا ربما يكون مش بيدينا المعدلات اللي حضرتك عارفها، لان في مشكله ما كانت موجوده. ربنا سهل في هذه الزياره تفك هذه المشكله وتبتدي السوق الايطالي يتوافد معانا بالكيفيه اللي احنا عايزينها، وبناء عليه يبقى جواه رائحه العالم المقدسه ان شاء الله. فدي برضو من الحاجات الايجابيه اللي احنا ان شاء الله باذن الله تعالى بنشتغلها في السوق الايطالي. هل سياده اللواء دلوقتي هنلحق احنا يعني الموسم الشتوي ولا خلاص هنستعد للموسم الصيفي؟ لان طبعا الموسم الشتوي بيبقى له يعني نوعيات معينه من السياح، وموسم الصيف برضو بيبقى له نوعيات معينه من السياح اللي بيزوروا اماكن معينه في مصر. احنا لا نخفي عليك سرا ان الموسم الصيفي بتاعنا بيبقى غالبا بيبقى السوق العربي هو تقريبا هو السائح الرئيسي في الموسم الصيفي لاعتبارها كثيره جدا. الموسم الصيفي عندنا بيبقى في شهر رمضان ولها قدسيه خاصه عندنا ولها طقوس بيحبها السائح العربي. السائح العربي حضرتك عارف انه برضه عنده نفس الاجازه بتاعتنا، الاجازه الطويله بتاعت اجازه الصيف، ففتره الصيف بيبقى السائح العربي بنركز عليه. واحنا ملتقى السياحه العربي في دبي لسه الاسبوع اللي فات، واعتقد ان احنا ان شاء الله بنشوف صيف مبشر بالنسبه للسياحه العربيه. السياحه الاجنبيه بتبتدي تشتغل معانا من اكتوبر، انت عارف طبيعه الجو بتبتدي عندهم تسقع شويه، بيبتدي الثلج ينزل من نوفمبر وديسمبر، فالسائح الاوروبي غالبا ما بيجي لنا في فصل الشتاء، فاحنا بنشتغل في الصيف، نحاول ان شاء الله باذن الله تعالى ننمي السياحه العربيه، وان شاء الله في الشتاء يبقى عندنا ارقام واعده من الاسواق اللي قلت لحضرتك عليها. أشكرك إذن على هذه التفاصيل نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة سيادة اللواء أحمد حمدي، كنت معي عبر الهاتف. طبعا الموضوع مهم زي ما قال سيادة اللواء حول زيارة العائلة المقدسة، وإزاي نستغل هذه الزيارة لبابا الفاتيكان إلى مصر في تنشيط السياحة.